بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب بك البصر قاسيا إليك البصر قاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهقا وهي تغور تكاد تميز فَإِنَّ الْمُكَذِّبِينَ وَالْمُكَذِّبِينَ 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 وَالْ
إن
ما لكم لا تعبدون لله وقارا
إِنَّ الشَّيْطَانَ
إليه أشد وطوعه وأقوم قيلا إنك في النار سمحا طويلا أضبط فضلي وتبطل إليه ترتيلا رب المشرك والمغرب بلا إله إلا هو فاضطرب هو بالله أصبر على ما يقولون أصبر على ما يقولون واهجره هدرا جميلا مغربي وكلم المكذبين أولي النعمة واهجره قليلا ولا نساء يوم ترجف الأرض والجبال وقامت الجبال كثيرا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا وكيف تتقون إن كفرتم فإنك جعل الولد رشيدا السماء باطل به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك ربنا يتقون عن وجود الليل والسلام ونصفه وتجد وطويت من المدينة كما الله يقدر الليل والنهار أربعا أن تحسوا وتبعا منهم فقرأوا وتيسر من القرآن أربعا أن تكون منكم مرضى وآخرون يقولون في الأرض يبتغون من فضل الله من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فأحذر الرد فأجر فلولا تمن تستكثر لربك فاصبر فإذا نقل في النار فذلك يومئذ يوم عصيب على الكافرين غير يسير وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وعليه شهودا ووحدت له تمهيدا ثم يجمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عدودا ساريكم سعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم على صوت ثم اثر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر هذا إلا قول البشر سنصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ويستيقظ الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون فرحم الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبار نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سبقكم في سقر قالوا لم نصلح ولم نهدر بالمسكين وكنا نخوض والخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فلا تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرتهم معرضين كأنه عمر مستغفر مرتب من قصورة بل يريد بل يجد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل ما يخافون الآخرة
وإذا